سلام، السلام عليكم، مع ملخص لدرس الترتيب. إذا القاعدة الأولى والأساسية في هذا الدرس أنه إذا كان A أصغر من B فهذا يعني أن A ناقص B أصغر من صفر، والعكس صحيح، أنه مثلا إذا كان X ناقص Y أصغر من صفر فهذا يعني أن X أصغر من Y. وهذه القاعدة نظرا لأهميتها سأقف عندها قليلا. فمثلا إذا عندك حصلت على تعبير سي ناقص دي أصغر من صفر، فممكن تستعمل تقنيات حل المعادلات والمتراجعات سبق التعرف عليها، وأنها عدد ناقص دي إذا حولته للطرف الآخر سيصبح زائد دي، إذا ستحصل على سي زائد دي. إذا إذا استعملت هذه التقنية سيكون من السهل تأويل هذه العبارات. فمثلا وجدت في أحد التمارين أن إكس ناقص إيكغيك هي أصغر من صفر، فتأويلها إلا حتى يسهل عليك قم بتحويل هذا العدد هذا ناقص إيكغيك إلى الطرف الآخر للمتفاوتة، ستحصل على ما يلي، ويكفي فقط قراءة هذا التعبير، فهذا يعني أن إكس أصغر من إيكغيك. مثلا نستعمل هذه القاعدة، ممكن نستعملها لمقارنة x و y، حيث x يساوي 2 أس 11 ناقص 5 و y يساوي 2 أس 11 زائد 7. إذا لمقارنة x و y سنحسب فرقهما، فإذا كان الفرق موجبا ف x أكبر من y، وإذا كان سالبا فالعكس. إذن x هي 2 أس 11 ناقص 5 ناقص إيكغيك لي 2 أس 11 زائد 7. سنقوم الآن بإزالة هذه الأقواس، وهي أقواس مصحوبة بإشارة ناقص، إذا سنحصل على 2 أس 11 ناقص 5 ناقص 2 أس 11 ناقص 7. نختزل ب2 أس 11 إذا، ونحسب هذا المجموع هذا الذي يساوي ناقص 12، وبما أنه سالب، إذا بما أن x ناقص y سالب فإن x أصغر من y. إذا نمر إلى الخاصية الثانية هي مرتبطة بالترتيب والجمع. فلاحظوا أنه إذا كان a أصغر من b فيحق لك أن تضيف أي عدد والترتيب لا يتغير، يبقى كما هو. أنه إذا كان A أصغر من B و C أصغر من D فإن A زائد C هي أصغر من B زائد D، ويمكن البرهنة على صحتهما بسهولة. إذا أمثلة، نعطيو أمثلة في التأطير. فمثلا إذا كان A بين 7 و10 وطلب منك تأطير لنؤطر مثلا A زائد 3، فنكتب المعطيات ونطبق الخاصية. سنضيف 3 هنا، لكن شرط أن تضيفها هنا وهنا. إذا A زائد 3 ستكون محصورة بين 13 و10. مثال آخر، إذا نحتفظ بنفس المعطى، إذا كان لدينا B محصور بين 2 و5 فإن A زائد B ستكون محصورة بين 10 زائد 5 و7 زائد 2، أي بين 9 و15. هذا تأطير A زائد B. الخاصية الثالثة هي متعلقة بالترتيب والضرب. تقول إذا كان A أصغر من B وكعدد موجب فإن الترتيب لن يتغير، ك في A هي أصغر من ك في B، بخلاف إذا كان ك سالب فإن الترتيب يتغير. ونستنتج أيضا أنه إذا كان A أصغر من B و X أصغر من Y شريطة أن الأعداد كلها موجبة، فإن A في X سيكون أصغر من B في Y. أمثلة للتوضيح، فقلنا أنه نعتبر مثلا هذا المعطى. فالآن إذا أردنا مقارنة ناقص 3a مع ناقص 3b
فهنا بما أننا ضربنا في عدد سالب فإن الترتيب سيتغير، سيصبح في هذا الشكل. ومن هنا نستنتج أنه إذا كان A مثلا بين 6 و7 فناقص 2A، أو نريد تأطير ناقص 2A، ففي هذه الحالة هذه أول شيء نفعله وهو تغيير الترتيب، بمعنى 7 ستأتي إلى الطرف و6 ونضرب بعدها في ناقص 2، في ناقص 2، إذا نحصل على ناقص 14، هنا ناقص 2A وهنا ناقص 12. إذا إلى بغينا نبسط أكثر، فإذا ضربتي في A هنا فيجب أن تضرب في نفس العدد هنا وهنا. إذا كان العدد سالب يتغير الترتيب، وإذا كان العدد موجب فالترتيب لا يتغير. مثال في التأطير أيضا، إذا كان A ما بين 2 و4 و B ما بين 6 و10، فإن A في B ستكون محصورة ما بين 2 في 6 اللي هي 12 و4 في 10 اللي هي 40. خاصية الترتيب والمقلوب، إذا هنا الترتيب يتغير. A أصغر من B يعني أن 1 على A أصغر من 1 على B، يمكن البرهان على صحتها بسهولة. وإليك مثال ملموس، 2 أصغر من 4، مقلوب 2 هو 1 على 2 أي 0.5، مقلوب 4 هو 0.25، ونحن نعلم أن 0.5 أي 0.50 أكبر من 0.25. مثال A بين العددين 3 و4، فواحد على A سيكون بين 1 على 4 و1 على 3. لاحظوا 4 كانت في هذا الطرف فأصبح المقلوب في الطرف الآخر، و3 هنا فمقلوب هنا. آخر خاصيات هي الترتيب والمربع والترتيب والجذر المربع. لاحظوا إذا كان عندنا أعداد موجبة فالترتيب لا يتغير باستعمال المربع وكذلك الجذر المربع. نأخذ مثال تالي، A محصورة بين 2 بين 4 و9. فإذا أردنا تأطير A أس 2 فإننا يجب أن نرفع هنا أس 2 وهنا أس 2، ستصبح 9 أس 2 وهنا 4 أس 2 أي 16 هنا 81. وإذا أردنا تأطير جذر مربع A فإننا نضع جذر مربع هنا وهنا في طرفين متفاوتة، جذر 9 جذر 4 أي 2، وجذر 9 هو 3. إذا الفيديوهات المقبلة سنتطرق إلى التقنيات في الترتيب والعمليات. الله يعاونكم.